طيب اولا يا اخواننا في كل الكتب وانا موجودة معاي الان كتاب التاريخ كتاب التربية الإسلامية كتاب الجغرافيا وبقية كتب الصف السادس ومعاه كتاب التربية الإسلامية للصف الأول أساس. كل الكتب دي ما كتب عليها في الأول بعد المقدمة أسماء اللجنة التي أعدت هذا المقرر، وهذا إخلال بالمنهجية العلمية، لأنه الذين كتبوا المقرر من حقهم الأدبي أنه يكتبوا، ومن حق هذا الشعب أن يعرف من ألف الكتاب. فالمسألة تدور على حقين اثنين، حق أدبي للمؤلفين لأنهم ناس إن صلحوا في إعداد المنهج قدموا خير للشعب، فمن حقهم الأدبي إنه يكتبوا كما هي العادة في المناهج، مو مناهج السودان برا، هذا نظام عالمي. ثانيا الحق للمواطن السوداني أن يعرف من كتب هذا الكلام ليحاسب. فأول خيانة علمية للمناهج حذف المؤلفين، بعدين حنعرف السبب ليه. طيب